وللحديث عن تصدر العراق في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي. دكتورة كبيسي، مرحباً بك. يعني في ظل مؤشرات دولية وضعت العراق في صدارة قائمة الدول الأكثر فساداً، هناك من يطالب البرلمان بتمرير مشروع قانون الموازنة، لكن كيف تقيمين الموازنة في ظل شكاوى كثيرة من قبل المحافظات خاصة المدمرة منها؟ نعم، مساء ألو. أهلا، تفضلي دكتورة. نعم، مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة يعني الكل يعرف ما يعاني منه العراق من ملفات فساد كبيرة، تحول بواسطة هذه الملفات الفساد إلى اقتصاد سياسي طفيلي، يعني هذا بالدرجة الأساس، وبالتالي إلى اقتصاد ريعي مستمر لسنوات طويلة منذ عام 2003 إلى حد يومنا هذا. ولكن هنالك يعني نقطة أساسية مهمة يجب أن ننظر إليها في مجمل الموازنة لعام 2019، أي للسنة القادمة، وتعلقاتها أيضا بالملفات الأخرى اللي هي من أسبابها أيضا هذه الموازنة هي بحد ذاتها موازنة غير صحيحة، يعني أرقامها تنم عن فساد في حسابها. كيف؟ يعني لو نلاحظ أن هنالك أشير إلى أن الإيرادات التي ستم الحصول عليها العراق سيحصل عليها هي حوالي 92 مليار دولار، وهذه ال 92 مليار دولار هو طبعا هو كما هو موصفها في الموازنه هي عن طريق النفط اللي هو راح يبيعها ب 3 ملايين و880 الف برميل يوميا، وسعر النفط 56. زين، بالحقيقه يعني هو اولا راح نبدا هنا، يعني الشيء اذا ما يكون واضح منذ الاول او منذ البدايه معناته ستدخل بها ملفات كثيره. هذا الرقم احنا بضربه بشكل سهل، يعني بعمليه حسابيه بسيطه جدا، راح يكون المستحصل ماله 78 في حقيقه الامر 78 مليار دولار و220 مليون دولار. طيب، يعني هل 78 مليار دولار اللي احنا راح نحصل عليها بالمقارنه مع ال 92 اللي هو ذاكرها في الموازنه؟ طيب، يعني دلاله على انه هو حسب سعر النفط اولا غلط، لم يحسبه بشكل صحيح. حقيقه الامر هو حسبه بتحت سعر 65 الى 67، لانه حتى اذا تجي له مثل هذا الرقم اللي هو 92، زد على هذا انه هذا الرقم اللي هو سعر البرميل الصحيح 65 الى 67 ينطينا 92 مليار دولار ايراد، وليس هو حقيقة الحال ينطينا مثل ما هو حاسبه 56 دولار. نعم، اي نعم، وبالنتيجة تكون نتيجتها 78 مليار دولار الإيرادات. هذا هنا هذا الفارق، هو لم يقل أننا سوف نحصل على إيرادات غير نفطية في هذه الموازنة، وبالتالي حتى ذكر أنه سيكون هنالك عجز في الموازنة قدره 19 مليار إلى 20 مليار دولار، وسيتم هذا العجز تغطيته عن طريق ماذا؟ عن طريق شيئين، الشيء الأول هو ارتفاع أسعار النفط، والشيء الثاني هو زيادة حجم صادرات النفطية أو حجم الإنتاج. طيب، وإذا هاي الحالتين لم تتوفر كيف له أن يصل إلى هذا الرقم؟ يعني طيب هو دكتورة، هو حيدر العبادي هو الذي أقر بأن سعر برميل النفط على أقل تقدير سيكون 56 دولارا، وعلى أساسها تمت صياغة موازنة 2019، لكن سؤالي يعني أين سيذهب باقي المبلغ؟ هنا راح يدخل ملفة فساد أخرى جديدة، لأن هو يعني خليهم أوضح نقطة، ال 56 أساسا ال 56 دولار للبرميل اللي هو حسبها في البداية، هذا هي فكرة صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي من ضمن مؤشراته ذكر للعراق أنه من يعني طلع مجموعة مؤشرات في العام الماضي 2017، ذكر بها أنه حتى العراق أن يكون في منأى عن حدوث عجز في موازنته وبالتالي يحل مشكلته الاقتصادية، يجب أن يعني إذا وصل أو يجب أن يبيع سعر البرميل
النفط ب 56 دولار سيكون وضعه على افضل ما يكون. ولذلك هم تم حسابه، يعني السيد العبادي والمجموعه الكابينه السابقه الوزاريه حسبتها على هذا الاساس، يعني هذا الاساس هي فكره صندوق نقد الدولي بالاساس. لكن ايضا هم لم يذكروا اننا احنا في هذا الوقت، يعني هذا من بدايه السنه الى حد يومنا هذا، احنا نبيع اكثر من هذا بكثير، يعني يمكن حتى وصلنا 70 واكثر احنا بعنا بالنفط. طيب هنا حتى هو ما خلى فقره توضح انه لكن وين ذكر هالشكل هوية العجز، قال انه على الاساس احنا هذا بالعجز راح نغطي اللي هي اذا ارتفعت اسعار النفط. طيب واذا ما ارتفعت اسعار النفط واذا ما زاد عندك حجم الانتاج دخلت بمشاكل سياسيه اقتصاديه مع الدول المجاوره والى اخره، جالك ارهاب من مكان ما، طيب انت هاي كلها الارقام راح تكون كلها بصوره غير صحيحه، لانه لا يوجد هنالك موازنه بهذا الشكل توصف، وبالتالي لا ترفق معها سيناريوهات اخرى في حاله كذا وكذا كيف سيكون التحرك، اقلا يكون 3 سيناريوهات مع هذه الموازنه حتى يستطيع ان يتحرك وان يعني ان يثبت هذه الارقام بشكل صحيح. ولكن هي في الحقيقه هذه الموازنه ككل هي موازنه متضخمه بالمقارنه مع السنوات السابقه. لماذا 108 مليار دولار النفقات؟ يعني احنا من سنه 2016 الى سنه 2018 تراوحت الموازنه ما بين 88 الى 95 نفقات، ما الذي زاد على العراق هذه السنه حتى تزداد النفقات؟ بالضبط دكتوره، يعني في هذا الاطار يعني الامطار قد كشفت عورات الحكومات المتعاقبه على العراق منذ عام 2003، وذلك من خلال يعني تهرؤ البنى التحتيه في، وايضا يعني حتى ان خدمات الكهرباء الاساك الكهربائيه اصبحت تنفجر، وهذا ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن دكتوره، المركز العالمي للدراسات يقول إن إيرادات النفط وحدها قادرة على سد تكاليف ترميم البنى التحتية في العراق، هل هذا منطقي نوعا ما دكتورة؟ يعني هو منطقي لأنه بشكل التالي، لأنه البنك الدولي قبل فترة سرب رقم أشار إلى أن المجموع الإيرادات التي ستحصل عليها التي سيحصل عليها العراق، سواء إحنا هنا من نقول إيرادات رح نتكلم عن إيرادات سواء كانت نفطية أو غير نفطية، قد تكون من الجمارك والمنافذ الحدودية إلى آخره، لأن هذه أيضا إيرادات. أشار البنك الدولي إلى أنه مجموع ما سيحصل عليه في نهاية 2018 العراق إلى 197 مليار دولار. 197؟ مليار دولار، اي نعم. سرب رقم قبل فتره يعني. زين اذا احنا رح نوصل مثل هذا الرقم، واحنا اساسا حسابات ختاميه مثل ما ذكرتوا في التقرير ايضا احنا ما محصلين عليها من 2012 الى 2017 حتى يكون عندنا حساب مدور، وهذا الرقم اذا هو كان صحيح 197 مليار دولار لنهايه 2018، طيب اين تذهب هذه الاموال؟ ولماذا الحال اللي وصل اليه البلد سواء بالماء او بالكهرباء او بكل الخدمات التي مقدمه للمواطنين؟ يعني احنا وصلنا الى حاله أسوأ ما يمكن عليه ان يكون العراق منذ سنوات. طيب دكتوره، نتوغل اكثر في حياه العراق الاقتصاديه. انت تعرفين يعني العقوبات الامريكيه بدات على ايران، هناك اعلان من قيادات حزبيه في العمليه السياسيه في العراق يعني طالبوا بدعم الاقتصاد الايراني، هل سيشهد العراق المزيد من التدهور الاقتصادي في حال أنه سيدعم الاقتصاد الإيراني؟ يعني هو رح يشهد بالشكل التالي، هو رح يدعم الاقتصاد الإيراني أكيد، ورح يدعمه بالخفاء أيضا أكيد، لأنه لا يمكن له أن يدعمه بالظاهر. لأنه يعني كيف يكون الدعم دكتورة إذا كانت واردات العراق يعني في محصورة بمبلغ معين، كيف يتم دعم الاقتصاد الإيراني؟ يعني في أي أبواب سيكون هذا الدعم؟ كيف ستفسر الحكومة أين ذهبت هذه الأموال؟ كيفية الدعم؟ أنا أسأل هنا دكتورة. نعم الدعم رح يكون ما بين الاقتصاد العراقي والاقتصاد الإيراني، حتى ولو كان عن طريق المقايضة أو عن طريق هنالك خلينا نقول حسابات غير واضحة، تهريب النفط،
هذا أيضا هذه نقطة يدخل بمجملها. الأشياء الأخرى المرتبطة اللي هي إحنا نستورد منهم سلع زراعية إلى آخره، هذه ممكن كلها أن تستمر، وبالتالي سيكون هنالك دعم من قبل الاقتصاد العراقي بصورة عامة، الحكومة العراقية للاقتصاد الإيراني أو للحكومة الإيرانية. هنا هذا الدعم رح يكون أكيد مخفي، رح تكون هنالك أرقام غير واضحة أشيرت إلها بالمصادر الأجنبية قبل فترة، أشيرت إلها ستكون هذه الأرقام عن طريق المقايضة، وبالتالي لا يمكن حسابها بالأموال. نعم. فأنت رح تدعم الاقتصاد بشكل عام وهو الاقتصاد الإيراني، لأن هم أساسا لا يستطيعون أن يتوقفون عن دعمه، وإلا أيضا العملية السياسية كلها في العراق ستتأثر من إذا توقفت من الدعم. إذا هنالك عدم ظاهريا كما هو متعارف عليه، ظاهريا هم أشاروا أننا سنلتزم بهذه العقوبات، ولكن أكيد في الخفاء هنالك عمليات ستتم وبالأخص لدعم الاقتصاد الإيراني، يعني حتى على الأقل أن لا تتأثر بالشكل الذي وصف من قبل الكثير. نعم دكتورة. أنه يعني سيتأثر الاقتصاد الإيراني جراء هذه العقوبة. من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي، شكرا جزيلا لكم.